حاليا يقولوا له بحر ما فهمت شو نتاي. هذا هو البحر الابيض. ما عرفتش تسمع هذا هذا مكان. هناك 6 حالات وردت في كتاب الله عز وجل لا يجتمع الشقاء معها أبدا، فأرجو من الله عز وجل أن يرزقنا اتباعها حتى نسعد في الدارين بإذنه. أولا، لا يجتمع الشقاء مع بر الوالدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. 2، ولا يجتمع الشقاء مع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. 3 حالة، لا يجتمع الشقاء مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. 4 حالة، لا يجتمع الشقاء مع اتباع الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. 5 حالة، لا يجتمع الشقاء مع خشية الله. بسم الله الرحمن الرحيم، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. 6 حالة، لا يجتمع الشقاء مع التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. جعلنا الله وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل في أحسن الأحوال. عدت لبيتي عودة ميمونة إن شاء الله يا ربي، بعد 21 يوم غياب عليها، توحشتها بالبزاف. البنات، تعمدت ندير لكم مقدمة تاع الشقاء اللي كيكون الإنسان بار بوالدته ويقرأ قرآنه قريب لربي، جامي جامي ما يشقى ويتعب. ديما نكونوا قراب لديننا ولصلاتنا وعبادتنا. ما رانيش هنا زعما في منصة خطبة ولا مي، والله الوحدة كي تلقى وحدة أنا ولا نتوما كي تلقى حاجة تنفع تحطها في الفيديو تاعها، سواء فوا أوف سواء مقولة سواء حاجة توريها، مرحبا بيها. عينا من هذوك القنوات الزخ والفوخ، قنوات المسابقات، قنوات شري هذه تدي هذه، روحي لهذه تجيبي هذه، كرهنا منهم. مدى بينا قنوات تفيد، يعني تكون الإفادة عامة، كما يقولون الإنسان سواء الذكر ولا الأنثى. هذا ما كان. وتاني والله شوفوا البنات، ديكوفريت حاجه، انه اعوذ بالله من كلمه انا وانتم وانتن، احنا القنوات الصغيره والله 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 غير سبحان الله، رانا نفيدوا ورانا نحطوا محتوى ما شاء الله عليه. باغ كونتخ يعني انا نقولها كما قال المصري بالفم المليان، القنوات الكبار كيكبروا ولا همهم غير دراهم، زياده المشتركين، مسابقات، اعلانات، نبروفيتي من الشركه الفلانيه، نجيب باطوليس، نجيب حاجه تاع تويو، اكو تعرفوا كما يقولوا بلا ما نخبيو الشمس بالغربال. هذه هي، اللهم ارزقنا الكفاف والعفاف والقناعه، لانه القناعه كنز لا يفنى. وسبحان الله كل وحده تتعامل وتخدم وتعمل فيديو تاعها على حسب تربيتها وقناعتها والشبعه تاعها، كما يقول المثل، المربي في الخير والمربيه في الخير تشم يدها تشبع، والحديث قياس. نولو هنا للروتين تاعنا، ولا اللي ما نحبش نقولها، نحب نقول فلوغ، باسكو فلوغ راني فهمتكم واش حاب يقول، تدوين فيديو، وانا هنا راني ندون في فيديو هذا. الوغ جو بريفير نقول فلوغ. هنايا كيما راكو تشوفوا كان عندي الشغل، دونك اول حاجه بديت بيها غير نوض الصباح
رحت ديريكتومون لا شومبر تاعي، بدلت الفراش، وعندي ما غسلت يا البنات، غسلت ما شاء الله ما شاء الله واحد طروا ولا كات لافاج. اختي قالت لي بزاف عليها مسكينة. شوفوني انا البنات، كنت شريت هنايا شويه عفايس يخصوني، شريت كيما هادي دوف شحال هايله البنات، جربوها. بينك هادي تلقاوها هكا اون روز بيوتي كريم بار، مهم تلقاوها هكا بالبينك، ترطب لكم لابو واحد الانتعاش ما حصلش. وتلقاو هادي كوكونو ميلك، يعني فيها كوكونو بالحليب تاني ولا اروع. انا البنات جينيرالمون هنايا اللي نضف الصابون ديالي، فوالا انا هنايا عندي نديرهم ديما هنايا على الطريق، فوالا. وتاني كنت شريت هادية كولغيت تاني بزاف مليحة، هادي راهي جاية بالسيترون، فوالا فيها 100 ml وايت، هادي زعما للتبييض. المهم كي فيها هذاك الانتعاش تاع القارص انا يا عجبتني. نورمالمون هادي تاع لا تركي هيربال كولغيت. المهم حنايا اللي علينا نجربو كيما يقولوا لي دونتيفريز، انا هاي اللي كنتي هنايا هكذايا. وشريت كيما راكم تشوفوا انا ليا هادي بروسادون تاع اكسترا، جايه هنايا بيو اند وايت اورغانيك برودكت سليم تيب، فوالا بروساندون مخدومه بالبومبو والشاربون. دونك هادو هما بالنسبه للاسعار. هاي ليك البنات تجي هنايا مخدومه اون بومبو، ليد تاعها وشعيرات مخدومين بالشاربون. ديجا كي تقدموها للشم ديالكم تلقاوها بريحه الشاربون فريمون فريمون هايله وعمليه، نسيها ونعطيكم رايي فيها. اما بالنسبه لزوج الكريم فيستعمل ديريكتومون هادي اورال بي برو اكسبيرت تاع 3 دي كلين. وانا هذا ما كان هنايا البنات لهاد لي زيكستري اللي رحنا فيهم لسيدهم فرج كان قبل رمضان، شوفوا لا في تاع رمضان. الوغ انا وزوج الكريم ديرنا باش لا جورني ليله الشك كما يقولوا نديروها هنايا، دونك جوزنا الفطور قعدنا يعني حتى الليل باش دخلنا، وما كفانيش الوقت يعني باش نحطها في رمضان، ما واتاتش انه نحطها، قلت يعني خليها نحطها من رمضان ولا كي يكتب ربي. الوغ كان هنايا كما يقولوا شويه البرد باسكو رايحين، بالك تشوفوا الميسيو لابس لافيست اوغ كو دوكا الوقت اللي نهضر لكم فيه راهو البرد. مي والله ما شاء الله هنا رحنا سبيسيالمون يعني ندودرو كيما قلت لكم، حبينا نجوزو ليلة الشك يعني نفطرو ونتعشاو برا ندخلو للدار ديريكتومون. او ميم طون حبينا جو نشوفو ناخدو دي زيدي على الاسعار كيفاش راهم ولا ريزيرفاسيون تاع ايامات هكا من الصيف، باسكو جوز انا واحد 3 جور في لا بلاج هادي تاع فرج سيدهم فرج كومبلكس تيرمال. ما شاء الله انا عجبني الحال هنا، سي فاميليال بيغمون فاميليال، بروتيكسيون بوتين نقا. اكو تعرفوا هاد الكومبلكس بالك بارمي لي كومبلكس اللي نقيين فريمون، وكما يقولوا يعجوا بالناس، يكون الغاشي توتورون دو لاني، يعني في الشتاء يجيو لنا هنا الناس الكومبلكس تيرمال هذا المعالجه بالمياه المعدنيه ومياه البحر، ومن طرف الصيف يجوا تاني بروفيتيو من لا بلاج. الوغ لقينا يعني اسعار مليحه، لا ريزيرفاسيون قالوا لنا جوغ كي قريب يعني كي يكون قريب الصيف. هذه هي دونك هنايا كيما شفتوا درنا تما بيان، وجينا هكا باش نفطروا. بروميييرمون جينا لهاد الريستورون وراوه لنا، مي هاكو تعرفوا خوتكم ما تحبش الحوت وهذا يدير غير الحوت. الوغ دينا اون ايدي ورحنا حوسنا على نوتر ريستورون، لقينا هذا اركونسيال. اركونسيال هذا راهو جاي في سيدهم فرج، عجبني انا قلت لكم توسكي ديزاين كيما يقولوا حاجه تشابين في نيمبورطون دووا يشدوني ويعجبني الحال كي نريح في ان دووا تكون فيها نوستالجي. الوغ هنا كيما راكم تشوفوا كان فارغ، حنا دخلنا قاعده ما شاء الله قاعده بدخلوا الغاشي، واش نقول لكم كيما يقولوا المتلقوا لي في لي كومونتير اسكو تقولوها ظهرهم هنا
الناس كاين الناس ظهرهم عريض كيما نقولوا وين يدخلوا وين تكون الحاله فارغه يجيبوا الغاشي. ما شاء الله ان شاء الله ربي كيما يقولوا يجعلنا كيما يقولوا جداتنا حطابه يجعلونا يجعلنا غابه والناس فينا حطابه. ان شاء الله ديما نكونوا ناس خير وكيما يقولوا فالتع خير اللي شوف ربح علينا. اللهم امين يا رب العالمين. الوغ هنايا هذا الريستورون اخ كونسيال ولا قوس قزح جاي في سيد سيدون فرج او بلان يعني كارتي سيكوريتي تلقاو يعني فيه كاع واش تحبوا من ليغرياد شوا لي بيتزا الحوت كلش كلش. دونك انايا هنايا كومونديت كبده بالك كبده مشرمله فوالا وزوج الكريم دوموندها ان اوتر بلا. وهنا داخل الريستورون في قلب الريستو رايحين تلقاو هاد الشجره الهايله انا عجبتني. هنا جميع واحد يجي اون فامي مع مرتو مع دارهم يكتب هنايا اسمه ولادات اللي دخل فيها. سي بور سا اللي رايحين تشوفوا لادات شويه قديمه كانت في مواد مارس. دونك كتبت هنا اسمي واسم زوج الكريم وحطيت لادات اللي دخلنا فيها ما حبيتش نكتب اسمي كومبلي درت واقي لي زينيسيال تاعنا برك. وهنا تلقاو فيه كامل يعني تصاور تاع ممثلين مغنيين من كيما يقولوا الزمن الجميل اللي راح فوالا. هنا كانوا كلكو ديكوراسيون كيما يقولوا تاع القاره الافريقيه فوالا. مي ريستورون بزاف بزاف شباب اول مره ندخلو اول مره نديكوفريوه بالك كنا نجوزو عليه هكذايا مي ما رديناش البال وما دخلناش ليه. سينو بزاف بزاف شباب انا قلت لكم كي نلقى ان بون بلون كيما يقولوا ان اندرو شباب نوريه بيان سور بكل حب وكيما يقولوا بصدر رحب. هذا هو الريستورون اللي كلينا فيه وحبيت هكا نجيبو لكم وما يعني ما فيش كاش سلبيات ولا ما شاء الله لاكوي السيرفر كاع يتقبلونا اجمل استقبال ولي بلا ما شاء الله الماكله بنينه الغاشي كاين. شوفوا بلاصه اللي تلقوا فيها الغاشي عرفوا باللي الماكله بنينه استقبال مليح تلقاو يعني فيها حاجات ملح. هنا كما راكم تشوفوا راني نحفر ماشي نكتب نحفر في لي زينيسيال تاع اسمي واسم رادلي. وشوفوا هنا لا دات كانت لو 22 فوالا لو 22 مارس اكو شفيتو لو 22 مارس لا في تاع رمضان رمضان طحنا لو 23 هاي اللي كيما يقولوا الفيديو اكبر دليل. وهنايا كيما شفتوا جبت هنا كوكتيل دار لي كوكتيل دو فروي الزوج الكريم ما حبش يشرب مي هاد لا طاس الله يبارك كانت كبيره يعني تاع دو بيرسون ماشي تاع اون سول بيرسون. وهنا تاني كنا نستناو في لي بلا تاعنا يوجدوا ما شاء الله الكمونيه ولا كبده مشرمله جابها لي كيما يقولوا من الطاجين لعندي. هذه هي درنا صالات خفيفه باسكو بروغرامينا باللي ندوزو نهار برا دونك كان فيها عشاء يعني قهيوه دونك ما حبيتش نكثر في الفطور قلت حتى من بعد ونشوف بيان سور البوراك البوراك اوغوزمون اللي كاين فيون داشي ولا بولي باسكو قال لي حنا نخدمو غير فروي دمار يعني اسمو يديروه بالكروفات ولا مي انا كنت عارفوني انتي هاد العفايس غير حاجه خفيفه يعني دونك مزيه اللي توفر له عندي جابوا له اليوم فيون داشي دونك حطينا زوج فيون داشي الخبز تاع الدار كيما نقولوا مطلوع الله الله سالاد هذه هي. وهذا هو الريستو اللي كيما قلت لكم خيرت لكم النهار اليوم. Thank you.
نقوله جزنا اللي طاب الثاني اللي ما استغناش عليه كنا واحد طوالي نجوز عند جيلاتو عباكم يديروا واحد لي غلاس واحد لا غلاس ايطاليان ارتيزانال ولا اروع بزاف بزاف بنينه كاين هو وتعليدو يعني ماشي بيبليسيتي ما نقول لكم وين تقدروا تاكلوا لا غلاس لا فري كما يقولوا كما نقولوا حنا بالعاميه لا كريم لا فري تلقاوها في ليدو عند بوينو جيلاتو دائما راني ندير لكم فيه دي فلوغ وهنايا عند فيستاوالي لوندرو مانيش شافيه اكزاكتومون راهو مي تلقاو فريمون فريمون واحد لا كريم ولا اربع. وهاي ليك جارتي العزيزه جابت لي المحاجب طاطا ربي يحفظها ان شاء الله ما شاء الله حريرين كما يقولوا يعطيها الصحه هاوليك ربي يحفظها ان شاء الله.